السلام عليكم وشوش. كلمتكم عن وش أحمد عبود باشا اللي بعتبره ده وش الأهلي، يعني لو الأهلي عايز يعمل لوجو بني آدم له يعني، لا مش صالح سليم قطعا مع عظمته ومكانته وجماهيريته كلاعب كورة، لا اللي أسس النادي الأهلي بجد هو أحمد عبود باشا، واللي عمل منهج اشتري اللاعب، انت بتنافس اشتري كل اللعيبة حطوه جنبك على الدكة، ده اللي خدوا بيها كل البطولات، واللي ارفع لأعلى سعر هاتوا، ده هو ده أحمد عبود باشا، هاتوا ده أي لعيب في أي حتة، هاتوه دي بتاعت الأهلي اللي عمل أحمد عبود باشا. ولما حكيت لك برضو ان الزمالك خلاص اتخنق، هتخنق هيموت، احمد عبود باشا 15 سنه اهلي، فبطولات واحتكار بطولات ولعيبه ودنيا نعمل ايه، رغم انه كان رئيس النادي الاهلي وقت رئيس نادي الزمالك وقتها حيدر باشا وزير حربيه. حيدر باشا مشي سنه 51، قعدوا يدوروا بقى، قال لك بس احنا عايزين سن حوت ديب يواجه احمد عبود باشا، بنك خزنة تانية قصاد خزنة الأهلي. جابوا حد مهم يعني وقتها اقتصاديا اسمه محمود شوقي، ما كملش قعد كذا شهر واكتشف ان الموضوع استنزاف. جابوا الشواربي اللي هو تعرفين شارع الشواربي ده، برضو ما عادش كتير ويعني وزهق. ساعتها بقى ظهر عبد اللطيف ابو رجيل، فاكرين فيلم يوم من عمري اللي هو بنت المليونير الشهير ابو عجيله، هو ده كان يعني تحريف لابو رجيله. أبو رجيلة بقى عبد اللطيف أبو رجيلة واحد من أعمدة الاقتصاد المصري وقتها، وهو راجل اللي يعني برضو لو احنا رجعنا للسينما تاني هنلاقي فاكرين في الست أمينة في الثلاثية لما خرجت الحسين والسوارس، يا سيد السوارس دي كان وسيلة النقل اللي موجودة، عربيات الحناطير والحاجات دي، كانت عيلة السوارس العيلة الشهيرة وقتها المتحكمة في النقل في مصر. حصلت أزمة كبيرة قوي في النقل الداخلي في القاهرة، أنقذها وأبدع فيها عبد اللطيف أبو رجيلة، جه هو عمل شركة اتوبيسات القاهرة بقى. فاكرين فيلم الكمساريات الفاتنات؟ أو ده إنتاجه، هو إنتاجه مخصوص عشان يقنع ركاب الاتوبيسات بأن المرأة يمكن تكون كمسارية ومفيش مشكلة خالص. هو عمل أسطول نقل داخلي في مصر اتوبيسات، كانت نموذج مذهل ومثالي ورائع ومنتهى النظافة والشياكة والأناقة، كان بينزل بنفسه الجراش ل4000 أتوبيس في مصر جابهم، يشوف مدى النظافة في الجراش وفي العربيات، كل المشاهد اللي فيها أناقة والشياكة كده من عربيات ووسائل المواصلات العامة في مصر في الخمسينيات كانت أبو رجيل، عبد اللطيف أبو رجيل. جه أبو رجيل بقى وهو زملكاوي أصلا ولعيب كرة وكان رياضي جوه نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك ده كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن 3 أوض على النيل مكان مسرح البالون دلوقتي، ولا حول ولا قوة طبعا قصاد الاهلي. الاهلي طبعا اذبح يا احمد عبود باشا، اذبح احمد عبود باشا. فجه بقى في نهاية 58 جه عبد اللطيف ابو رجيلة وبنى نادي الزمالك اللي في بيت عقبة ده، نقل بقى ميزانية الزمالك من 6000 جنيه ل18000 جنيه، حاجة مبلغ جبار، وعمل التوسعات والإنشاءات دي، استاد الكورة، حمام السباحة، نادي الاجتماعي، وهو كل ده زي ما عبود باشا كل الإنشاءات اللي في النادي الأهلي كانت بفلوسه وما خدش جنيه من الدولة ولا الحكومة. نفس الحكاية عبد اللطيف أبو رجيلة، كل الإنشاءات اللي حصلت في ميت عقبة بما فيها إدخال المية، ميت عقبة كانت منطقة عشوائية وما فيهاش مية، هو اللي دخلها مواسير المية لنادي الزمالك ثم للمنطقة كلها، ومن هنا جه غرام ميت عقبة بالزمالك انه دخل لهم المية، وكمان وظف كتير من عمالة النادي من ابناء هذا الحي العريق. بطبيعة الحال احنا بنتكلم انه نقل بقى من مسرح البالون للنادي الكبير المهم ده، وبدأ نهضة حقيقية، وبدأت نهضة حقيقية في الزمالك حتى على مستوى شراء اللاعبين، ده يدفع 1000 ده يدفع 1500، ها حاجة كده فيلم الفتوة زكي رستم وفريد شوقي. لكن إذا بقى بحظ الزمالك المدوح حس إنه سنة 1961 يحصل تأميم لكل رجال الأعمال والأموال الضخمة في مصر دولة، وأولهم مين يا عزيزي؟ أحمد عبود باشا وعبد اللطيف أبو رجيلة. يعني الزمالك خد 3 سنين في عمره بس نفس اقتصادي مالي تأسيسي، والأهلي خد 15 سنة. لو تبص للدوري كده الأهلي 40 دوري،
والزمالك 11 بين ولا 12، تعرف ده الفرق ما بين ال 15 سنة بتوع أحمد عبود باشا والثلاث سنين عمي بتوع عبد اللطيف أبو رجيله.